السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ناخد الشغل من الريفت لنفس وركس. بداية النفس وركس بيقدر يفهم الريفت، يعني تقدر تديله ملف ريفت RVT ويشتغل عليه بدون اي مشاكل خالص، بس هو الافضل ان انت تصدره NWC زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، لان هو بيبدأ يقسمه كاتيجوري ويبدأ يخليه سريع وقوي في اثناء الشغل. طيب هعمل ايه؟ اول حاجة هعملها ان انا اعمل فيو خاص بالتصدير لنفس وركس. ليه؟ لان انت ممكن لو بتصدر كل مرة من السري دي العادي، ممكن مثلا مرة من مرات يكون معمول ميديم او كوارث، ففي معلومات هتفقد، هو هياخد المعلومات اللي موجودة، او يكون حد عمل مثلا سيكشن بوكس فتلاقي في جزء من المعلومات طاير. فعشان كده لا، انا هخلي في فيو 3D خاص بالتصدير من الريفت لنفس وركس. فممكن تيجي تعمل من فيو تقول له انا عايز اعمل دوبليكيت فيو، وده هتسميه اكسبورت تو نفس وركس. اوكي، وتظبط الاعدادات اللي انت عايزها والفي في، تتاكد ان العناصر اللي انت محتاجها بس هي اللي موجوده، لو في اي عنصر تاني مش عايزه خلاص شيله. تعال ندخل على الادنس واقول له اكسترنال تولز، بلاقي عندي حاجتين خاصين بنفس وركس، في واحدة بتصدر نفس وركس والتانية بتعمل سويتش باك. يعني ممكن وانت فاتح نفس وركس في بعض الكومنتات او في بعض الملحوظات، فبتعمل سويتش باك تاخد الملحوظات دي تبدأ تشوفها في قلب نفس وركس. السويتش باك دوت عساس ناخد اماكن المشاكل اللي موجودة في نفس وركس. فخلينا دلوقتي نشوف التصدير لنفس وركس. اول ما بدوس خلينا نروح للاسطوانة، تمام؟ مش لازم الملف ده تصدر منه، اي ملف عندك شغال انت فيه ابدأ فيه، هو ده بس كنموذج وكمثال لو حد ما عندهوش ملفات ريفيت. طيب انا هقول له دلوقتي نفس وركس سيتنج، بيقول لي هنا كونفيرت كونستراكشن بارتس، الاجزاء اللي هي خاصه بالكونستراكشن بارتس عايزها تتحول معاك ولا لا، الاليمنت اي دي عايزها ولا لا، علم عليها صح، convert element parameter عايز all ولا none ولا element، convert element properties انا عايز properties، convert light هل انت محتاج اللايت ولا لا، convert linked cat format لو في حاجة اوتوكاد عايزها معاك ولا لا، افضل ان انت تشيل العلامة من هنا، convert linked file هل انت عايز الملفات الريفت اللي هي معمول لها لينك. بص يا سيدي الفاضل، ممكن تقول له اه وهتسهل على نفسك لو هما ملفات كتير قوي، او لو انت عندك مشروع معماري وفي حاجات كتيره جدا مرتبطه بيه، مثلا الواجهه البيزمنت متقسم، فتروح معلم على ديت، بس تكون متاكد ان الحاجات اللينكات كلها انت محتاجها في الملف دوت. حتى لو انت عندك معماري وانشاء وكهروميكانيكال، ممكن تعلم كونفرت لينكد فايل بحيث يطلع لك في ملف واحد، بس انا بفضل ان انت تفصل المعماري على الانشائي على الكهروميكانيكال عشان تسهل على نفسك في موضوع الكلاشات وموضوع هندسة الشغل او تنظيم الشغل. هل انت عايز الروم از اتريبيوت ولا لا، هل يحول لك اللينكات اليو ار ال ولا لا، الكوردينيشن بتاعتك هل هو يشتغل على بروجكت انترنال ولا شيرد. شيرد دي مستخدمها لما يكون عندي اكتر من مبنى وكل مبنى في ملف لوحده، فاحنا بنعمل ملف شيرد بحيث ما يبقاش هي نقطة واحد زيرو زيرو وكلهم يبقوا خاطين في نفس المكان، فده مستخدمه لما يكون عندنا منطقة كبيرة وفيها أكتر من مبنى. ديفايد فايل انتو ليفل، هيبدأ يقسم الليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وهكذا. الاكسبورت، هل انت عايز تصدر المشروع كله ولا الكرنت فيو، الفيو اللي انا فيه دلوقتي بس، ممكن تكون انت في حاجة 2D، ولا السليكشن. سليكشن حاجة اللي انت عاملها سليكشن. عن تجربة في مرة قبل كده فشل معايا الانتاير بروجكت واستخدام سيلكشن، عملت سيلكت على المشروع كله ونفع. يعني لو انت العادي بتاعنا ان احنا بنصدر بدوت، بس لو فشل معاك لاي سبب من الاسباب اختار سيلكشن، هو حل ملوش اي اعتماد على حاجه مكتوبه، بس ده فعلا نفع معايا. اكسبورت روم جيومتري، ساعات احنا بنحب نحول الروم الغرف كشكل، طبعا الناس استغربها بس هي دي مفيده جدا، بالذات لو انت عايز تاكد ان الغرف مش متداخله مع بعض.
طيب هقول له، هو بيقول لي اتاكد بقى ان لو في اي ميسنج، في اي ماتيريال ناقصه ابدا دور عليها. انا بقى الاعداد بتاعت الاندو واللوكيشن و الحاجات دي مش تفرق معانا كتير. هقول له دلوقتي بقى ايه، اوكي ممكن الاعداد دي تعملها اكسبورت، تمام، بحيث ان انت في اي مشروع بعد كده تعمل لها امبورت على طول. اقول له اوكي وابدا اصدر الملف دوت لامتداد ان دبليو سي. ماليش ان انا اصدره غير لان دبليو سي. ان دبليو سي ده ملف بيبقى متخزن فيه كل معلومات المشروع اللي جاي من الريفت. وبعد كده لما ببدا اشتغل بيعمل لي ملف تاني اسمه ان دبليو اف، تمام. وبعد كده بعد فتره بحب ان انا اخزن الشغل بتاعي، بخزنه على ان دبليو دي دوكيومنتيشن، بحيث ان انا اعرف شكل المشروع كان عامل ازاي من فتره، او واحد مثلا جاي يستلم مشروع جديد فيقدر يرجع ويتاكد المشروع كان عامل ازاي، تمام. هقول له سيف، فيبدا يسيف لي المشروع. وزي ما انا بقول لك مش لازم تطبق الحاجات دي على المشروع دوت، ممكن تطبق على اي ملف ريفت عندك، المفروض ان هو يشتغل بدون اي مشاكل خالص. تمام، هو كده خلص التصدير. فهفتح نفس وركس، اروح لهوم. لو انت فاتح حاجه اختار نيو بحيث تبدا من البدايه. طيب هنيجي دلوقتي للنفس وركس، اقول له انا عايز اضيف حاجه. لما تقول له اباند، لما تقول له ميرج. ميرج لو عندك في اي خطا او في حاجه مكرره يبدا يلغي الحاجات اللي هي المكرره، او في اي مشكله لو في عنصر مكرر. انا شخصيا بفضل اباند، تمام. وخلينا نيجي هنا للملف اللي هو لسه مصدرينه. تمام، ما ظهرش عندي حاجه خالص لان هو بيجي على نفس ورك فايل اللي هو ال NWF. فلازم اقول له هات لي ال NWC، هيقول لي دوت. اقول له اوبن، هيبدا يفتح لي المشروع بالشكل دوت. خلاص المشروع بقى موجود معاك. هتيجي هنا هتلاقي ان هو في تكييف، في السيلينج، في كل الشغل موجود هنا، تمام. ده ملف صغير وخفيف، عشان كده حبيت ان احنا نبدا منه. بس لازم نوصل في مرحله من المراحل ان احنا نشتغل على مشروع كبير، فهتلاقي برضو ملفات موجوده في قلب الاسطوانه، او تقدر تشوف اي مشروع عندك وتشتغل عليه بدون اي مشاكل.